مشاهدينا الكرام، إذن بشأن تطورات الأوضاع في فلسطين بالتزامن مع اقتحامات تعد الكبرى للاحتلال لبلدات ومخيمات في الضفة الغربية اليوم الثاني، ويتخلل ذلك عمليات تصفية لقادة المقاومة في الضفة. معنا لأجل كل ذلك عبر سكايب من الدوحة الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أديب زيادة. مرحبا بكم دكتور أديب، حياكم الله. إذا دكتور أديب، يعني كما تعلمون لا تزال هذه الجرائم مستمرة على أيدي قوات الاحتلال في مختلف مناطق غزة، ولكن بالتوازي مع ذلك هناك عملية عسكرية بدأت منذ يومين في الضفة الغربية. في المجمل أستاذ أديب، كيف تقرؤون هذه العملية في الضفة وما الهدف منها؟ أولا أخي، فيما يتعلق بما يحصل في الضفة الغربية حاليا، هو يأتي في سياق الحرب الإبادية الإجرامية التي تحصل في قطاع غزة. هناك حكومة فاشية إجرامية متمثلة في حكومة نتنياهو تريد تماما للشعب الفلسطيني أن يتم استئصاله، سواء كان في غزة أو في الضفة، ويرون أن هذه اللحظة الفارقة في تاريخ العالم حتى هي لحظة مناسبة جدا في الوقت الذي يصمت به العرب ويصمت فيه المسلمون، الدول العربية والدول الإسلامية، ويصمت فيه العالم ككل بمؤسساته، بإمكاناته، بقدراته، بدوله، بكباره، بصغاره، يصمت على ما يحصل في قطاع غزة. لماذا لا يقتنص الصهاينة الآن في هذه اللحظة الفرصة ويكملوا المهمة في الضفة الغربية، ويستغلون ما يحصل حاليا في الضفة الغربية من بعض مظاهر المقاومة المتواضعة في شمال الضفة الغربية لممارسة هذه الرغبة وهذه الغريزة العدوانية الإجرامية التي تتمثل في هذه الحكومة. إذن الحكومة الإسرائيلية في هذه المرحلة تحاول قدر الإمكان أن تصفي الحساب مع الشعب الفلسطيني على أمل إخضاعه، كما قال سموتريتش في خطة الحسم التي أطلقها قبل حتى 7 أكتوبر في العام 2017، أن الفلسطيني أمامه ثلاث خيارات لا رابع لهما لها: إما أن يقبل الاستسلام والخضوع للأولوية والرفعة والسوبريوريتي الصهيونية واليهودية، بمعنى علو الشأن اليهودي، أو الموت، بمعنى أن يواجه الموت، أو الهجرة. لأن أمام الفلسطيني بالنسبة للحكومة الصهيونية ثلاث خيارات لا رابع لها، ولذلك هو يمارس واحدة من هذه. كل ما يعني أتاحت له الفرصة أن يمارس نوع من العربدة والإجرام، يحاول قدر الإمكان الآن يحاول إخضاع الفلسطينيين في الضفة الغربية بالقضاء على المقاومة ومحاولة استئصال حتى وتخريب بناهم التحتية والضرب حاضناتهم الشعبية في شمال قطاع غزة وحتى في شمال الضفة الغربية وحتى في أوسط الضفة الغربية وجنوبه. المستوطنون يعيثون في الأرض الفساد، يضربون ويقتلون ويمارسون العربدة ليلا نهارا على مرأى ومسمع الجيش الإسرائيلي. الآن الجيش الإسرائيلي يأتي بقدره وقضيته، يحاول الآن أن يمارس ما يمارسه الآن في قطاع غزة، مستفيدا كما قلت من الأجواء التي تحيط في المنطقة، ومستفيدا حتى من وتيرة ردود الفعل المحيطة حتى بفلسطين. وضبط حالة الضبط التي مورست سواء كان في المقاومة في شمال فلسطين أو حتى تأخر الرد الإيراني، أغرى الإسرائيليين بشكل كبير أن يقوموا بما يقومون به وأن يفعلوا ما يريدوا فعله دون أن يتوجسوا. لذلك الخطة الإسرائيلية تقتضي العمل على يعني الاستئصال كل نفس مقاوم في الضفة الغربية حاليا، أسوة بما يحصل في قطاع غزة، وحتى ضرب الشعب وضرب بناء التحتية على أمل كما قلت إما إخضاعه وإما قتله وإما تهجيره. طيب، الاحتلال الآن دكتور أديب أعلن اغتيال قائد كتيبة طول كرم أبو شجاع بعد اشتباكات ضارية في مخيم نور شمس. هذه العملية كما تعلمون ليست الأولى، يعني منذ أشهر. إلى ما ترجع الخلل؟ هل هناك ربما قلة خبرة أمنية في منطقة الضفة ربما تفتقر إليها مع هذه الاختراقات التي تكررت لرصد قادة المقاومة هناك؟
هو الحقيقة أخي يعني العالمون بوضع الضفة الغربية يعلمون تمام العلم بأنه ما هو قائم من أشكال المقاومة في الضفة الغربية تختلف بشكل كبير جدا عنها في قطاع غزة. يعني قطاع غزة أتيح للفلسطيني المقاوم هناك 17 عاما على الأقل من الإعداد والتجهيز والتحضير، وكانت لديه سلطة حاضنة، سلطة يعني تحثه وتوفر له حتى بيئة المقاومة وتوفر له كل سبل أن يتدرب وأن يمارس وأن يتمرس على المقاومة وأن يقتني السلاح وأن يكون لديه إمكانات قوة تقاتل بها إسرائيل. ووجدنا آثارها حتى في هذه الحرب، وجدنا أن المقاومة في قطاع غزة استمرت 11 شهرا حتى هذه اللحظة ولا زالت صامدة ولا زالت تضرب في العمق في داخل الجيش الإسرائيلي وتؤثر به وتوقع فيه الخسائر قتلى وجرحى وكمائن وما إلى ذلك. ما حصل في الضفة الغربية أخي عبر فترة طويلة من الزمن منذ أوسلو، نحن نستطيع أن نقول وإذا أردنا أن نقلص الفترة منذ استلام محمود عباس للسلطة في رام الله، كان هناك شعار كبير لدى هذه السلطة يقوم على فكرة أننا نحن لسنا بوارد عمل مسلح ضد إسرائيل، ولذلك لم يكتفوا حتى بتبني هذا الشعار وإنما مارسوه فعلا على الأرض ووظفوا كل الأجهزة الأمنية، كل تجهيزاتهم، كل إمكاناتهم، كل قادتهم، كل كوادرهم، كل المندوبين تاعينهم حتى يقوموا بملاحقة كل سواء كان مقاوم على الأرض يحمل سلاحا أو مال يدخل من أجل دعم المقاومة والسلاح في فلسطين في الضفة الغربية. لذلك ما نراه حاليا هو يعني كما يقولون قطع من الجدار. حقيقه الفلسطينيين عندما يمتلك بندقيه حاليا يقاتل بها في الضفه الغربيه هو كمن يقطع في الصخر حقيقه، ويلاحق من قبل يعني اطراف عديده، بمعنى انه هو صحيح انه موجود في المخيم، في مخيم جنين ومخيم طول الكرم ومخيم نور شمس، لكن حقيقه لا يستطيع ان يتحرك ان يتخفى بسهوله بسبب طبعا بسبب اساسي طبعا هو وجود اسرائيل في الجو وفي البر وفي المتابعات الالكترونيه ومتابعات من خلال طائره التجسس، وارض ايضا على الارض في عندك سلطه فلسطينيه، سلطه فلسطينيه لا تترك المقاوم في حاله، بمعنى يعني لا تريد ان تقاوم ولا تترك المقاوم في حاله، بمعنى ان يتنقل، ان يتخفى، ان يختبئ، ان يظهر، ان يضرب، ان يكر، ان يفر، ان يهجم بسهوله. بالعكس يعني هو لاحق حتى من قبل للاسف السلطه الفلسطينيه، ولذلك لا اعتقد هي المساله مساله اختراقات اخي، يعني الان هي اولا تاتي في سياق في اطار اولا الخبره المحدوده لدى هؤلاء الشباب، ثم بالنسبه للمتابعات الاسرائيليه الحثيثه، ثم للاسف التضييقات الموجوده من قبل السلطه الفلسطينيه، بالاضافه طبعا لقضايا تتعلق ب يعني كما قلت حداثه التجربه حمل السلاح تحديدا خلال الفتره الوجيزه الماضيه والتي ادت الى ما نحن نراه حاليا. اما مساله يعني وجود حتى المقاومه اخي بالشكل الذي تقاوم به حاليا في الضفه الغربيه هو بحد ذاته حقيقه ضرب من الاستحاله كان قبل حتى بضع اشهر، يعني حاول هؤلاء الشباب ان يفرضوا انفسهم فرضا على السلطه الفلسطينيه، ونحن كلنا نعلم عندما ابو شجاع رحمه الله الان عندما ادخل المستشفى قبل تقريبا شهر من الان كيف داهمت اجهزه الامن الفلسطينيه داهمت المستشفى في محاوله اعتقاله، وهجم الناس من الخارج ليخلصوا ابو شجاع واستطاعوا تخليصه من بين ايدي قوات الامن الفلسطينيه. اذا نحن نتحدث حقيقه عن ناس يشتغلون في الظرف المستحيل او في على الاقل الظرف الصعب وشديد الصعوبه حقيقه في الضفه الغربيه. ومع ذلك طبعا المقاومه حتى لو ذهب ابو شجاع وذهبت بعض المجموعات المقاتله في الشمال، المقاومه اخي ستستمر وستتمدد المقاومه، لانه الاسرائيلي مش ليس لانه فقط الفلسطيني يريد المقاومه، لان الاسرائيلي لا يوفر للفلسطيني سوى ان يقوم بالمقاومه. يعني عندما يقوم المستوطنون بمثل هذا الذي يقوم به بالمداهمة الكرة وباستهداف الناس في سياراتهم في بيوتهم في عوائلهم في أولادهم، ويقوم الاحتلال بمثل هذا الأعمال التخريبية الإجرامية تجريف الأرض واستهداف الصرف الصحي والمياه والكهرباء، ما الذي يريده الاحتلال؟ ما الذي سيجنيه جراء ذلك؟ سيجني بالقطع مزيد من المقاومة، سيجني بالقطع مزيد من المقاتلين، وستتوسع هذه الظاهرة أكثر فأكثر في ظل على الأقل انعدام أصلا أي أفق سياسي وانعدام أي إمكانية حتى أن يتحول مشروع السلطة
الفلسطينيه لاي مشروع واعد للشعب الفلسطيني. يعني انعدم حتى موضوع الافق السياسي، وانعدم امكانيه المراهنه على اي شيء خارج فلسطين الا ساعد هؤلاء الفلسطينيين المقاتلين على الارض. ولذلك نتوقع انه ما حتى شهاده هؤلاء الناس، يعني شهادتهم ودمائهم ستكون عباره عن وقود حقيقه للشباب الفلسطيني لمزيد من المقاومه ومزيد من الاشتباك مع هذا العدو المجرم الى ان يتم الحسم بيننا وبينهم ان شاء الله. يعني كما أوضحت أستاذ أديب، مع الفارق بين البيئتين كحاضن المقاومة في غزة والضفة، ولكن على العموم يعني توسيع الدائرة بإدخال الضفة في المقاومة هو أمر محمود بالتأكيد كما تفضلتم. ولكن بالحديث عن العملية العسكرية الآن، بحسب تحليل محللين صهاينة، فإن نتنياهو قرر فعلا ابتلاع الضفة، هذا هو الهدف، وإن كان يعني الهدف كما يعلن الاحتلال من هذه العملية العسكرية هو هدف أمني، لكن الحقيقة بحسب المحللين الصهاينة هو تغيير الواقع الفلسطيني وصولا إلى يعني استحالة تأسيس دولة للفلسطينيين ومبدأ حل الدولتين نسفه تماما. ما موقف السلطة الفلسطينية من ذلك؟ السلطة الفلسطينية أخي حقيقة في وضع يعني سيء جدا، يعني من زاوية، أولا هي يعني راهنت بخلال 30 سنة من نشأتها على أن يكون هناك أفق سياسي أو كيان سياسي تنتهي به هذه السلطة، بمعنى الوصول إلى دولة شبه دولة، بحيث يمارسون نوع من بين قوسين الدولانية على الأرض الفلسطينية. لكن هذا طبعا يتبدل القريب والبعيد، تبدل الصديق والعدو، بأنه لا يمكن أن تكون هناك دولة فلسطينية من خلال هذا الطريق الذي سلكته السلطة الفلسطينية. هذا من جانب. السلطة الفلسطينية أيضا راهنت على الوسيط الأمريكي كوسيط وحيد في الحالة الفلسطينية، في حالة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولذلك عولت على هذا الراعي بين قوسين المفترض أن يكون نزيها، حاولت أن تعول عليه طيلة الفترة السابقة، ولذلك استجابت السلطة مرارا وتكرارا للجهود الأمريكية والجهود التي مارستها والضغوط حتى التي مارستها من أجل السير وفق المنطوق الإسرائيلي. إلا أنه تبدل السلطة الفلسطينية حاليا، أنه لا أمريكا أخي ستكون حقيقة وسيطا، بالعكس أمريكا أثبتت اليوم تلو الآخر أنها عبارة عن طرف، قطعا طرف إلى جانب إسرائيل على الدوام، ولن تكون مع الحقوق الفلسطينية، وإن تصدقت على الفلسطينيين بشيء ستتصدق عليه ببضع تصريحات تافهة لا تشترى من سوقها كما يقولون. يعني بينما تمد أمريكا إسرائيل بالسلاح والعتاد والبوارج والإمكانات والقنابل وكل هذا الذي رأيناه خلال فترة 11 شهر على الدوام الآن، وقبلها طبعا مئات العشرات المليارات من الدولارات التي صبت في الخزينة الإسرائيلية، أن ترى كل هذا من الإسرائيلي، بينما الفلسطيني يكتفى بأن يعطى بضع كلمات تافهة تخرج من ناطق باسم الخارجية الأمريكية أو باسم البيت الأبيض، أو تدغدغ بها مشاعر السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية حقيقة أمام خيارين، إما أنها ستتحول إلى يعني للأسف يعني يعني ميليشيا لحد مجددا بيد إسرائيل على واقعا واسما حتى، أو أن تنضم إلى شعبها وإلى المقاومة الموجودة فيه، بحيث أن يكون هناك رجوع إلى ما اتفق عليه بين الفصائل الفلسطينية، بناء قيادة فلسطينية موحدة، القضاء على ما يسمى بالتنسيق الأمني. يعني تخيل أننا نحن حتى هذه اللحظة السلطة الفلسطينية كما صرح اليوم الجيش الإسرائيلي أنها تقوم بالتنسيق الأمني حتى هذه اللحظة، في ظل حتى الاجتياحات التي تحصل في شمال الضفة الغربية. إذا السلطة مطلوب منها تتوقف عن هذا التنسيق الأمني برضو، يعني مسألة هذه مسألة أو لو يعني بيسك في كما يقول أو أساسية في المنطق السياسي، أن تتوقف عن التنسيق الأمني، أن تسحب اعترافها بإسرائيل، أن تضم جهودها إلى جهود حركات المقاومة، على الأقل أن تنفذ ما اتفق عليه في الصين في الاجتماع التي اجتمعته الفصائل الفلسطينية في الصين، وتم الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني، وتم الاتفاق على أن يتم الدعوة لاجتماع قادة الفصائل الفلسطينية اللي هو الإطار المرجعي للفلسطينيين، يفترض أن يتم المباشرة في إعادة صياغة منظمة التحرير، إعادة بنائها. كل هذه للأسف لا تقوم بها السلطة
لأنها اكتفت للأسف اكتفت بالامتيازات التي تحصل عليها بعض الزعامات الموجودة في السلطة الفلسطينية، وللأسف تعلف تكون بعلف مجموعة كبيرة من للأسف من المنتسبين إلى أجهزتها والبيروقراطية تاعتها، ولذلك سنبقى للأسف نراوح مكاننا ما دام هذه السلطة موجودة، يعني سنبقى للأسف في مكاننا، واعتقد انها في مأزق حقيقة ان تصبح في عين شعبها تماما كما كانت يعني القوات لحد الجنوب اللبناني. اذا من الدوحة الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أديب زيادة، شكرا جزيلا لك.